بداية مشاهدينا مع موقع الجزيرة الإخباري، حيث نشر مقالا بعنوان صورة قائمة عن ليبيا عرضها المبعوث الأممي بمجلس الأمن. أبرز فيها الكاتب تحذير المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة في جلسة مجلس الأمن الدولي من أن الأوضاع في ليبيا تزداد تدهورا، مما ينذر بانهيار الاتفاقات الأخيرة المتعلقة بالنفط وتفاقم التهديدات الأمنية، فضلا عن عدم توفر أرضية مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام الجاري. أستاذ عصام، هنا يعني لماذا حذر المبعوث الأممي من تدهور الأوضاع في ليبيا يعني بشكل هو حذر منها لأنها تسبب إشكالية كبيرة رأى في نظري، ورأى أن إذا كانت لم تتوفر هذه البيئة السليمة بالنسبة لتغير الأوضاع في ليبيا لن يعمل على إقامة انتخابات نزيهة وانتخابات تكون في نهاية العام. قد تؤجل هذه الانتخابات، لأن العديد الآن بدأنا نسمع بعض التقارير وبعض التصريحات من بعض المسؤولين بأن حتى الدوليين بأن الانتخابات قد تكون في عام 2019 وليس في عام نهاية عام 2018، بينما تصر فرنسا وبعض الدول على أن تكون في هذا العام. وهو دعا أيضا بالضغط على الكاتب، دعا بالضغط على أخذه من كلام المبعوث الأممي سلامة، بالضغط على أعضاء مجلس النواب لحملهم على القبول بإجراء انتخابات لأن الأزمة مستمرة في هذا البلد، وأشار إلى أنه قد يحدث انهيار في الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خاصة لاستئناف النفط نتيجة لوجود عامل الإحباط المتعلق بتوزيع الثروة في البلاد، وأن هذه الأحداث الأخيرة هي التي جعلت هذه الأمور تتجه لذلك، لأنهم حقيقة صدموا بعض الدول، صدمت بعملية هجوم جدران وما حدث بعد ذلك، وما حدث حتى من عملية تحويل حفتر إلى المؤسسة الموازية هي اللي خلت البعض يشعر بالقلق، نتيجة لأن الأوضاع المالية والذي يعتمد عليها ليبيا اللي هي المورد الأساسي للنفط أصبح ضمن الحرب وأصبح ضمن عملية المزايدات وعملية التجاذب السياسي، وأيضا من عملية الضغط كورقة ضغط من يمسكها هو الذي يسيطر عليه، خاصة أن الأوضاع الراهنة في ليبيا لم تستقر وزادت في الاستمرار في التدهور، وأن التهديدات الإرهابية حسب قولك ما زالت تلوح. ما أشار إليه الكاتب أيضا في منعر آخر هو أن المؤسسة الوطنية للنفط كان هناك فيه بيان للسيد مصطفى صنع الله المهندس الذي يدير مؤسسة النفط المعترف بها دوليا في طرابلس، بأن دعا سكان المنطقة من التبو ومن الطوارق الموجودين في منطقة تباري بأن يعملوا على إطلاق سراح المختطفين الذين كانوا 4، بعد ذلك أطلق سراح 2، وما زال هناك ليبي وعامل ليبي وعامل روماني في حقل الشرارة لم يطلق سراحهم، وأشار بأنه ضروري من إطلاق سراحهم، ولوح بورقة حسب ما قال الكاتب بأنه لن يدفع أي فدية مالية، مما يدل على أن الخاطفين قد يكونوا طلبوا بعض الأموال، وقال أنه لن يدفع أي مال جراء إطلاق سراحهم ولن نخضع لأي ابتزاز حتى ولو غلقت الحقول النفطية. طبعا الخسارة يتوقع أن تصل إلى 160 ألف برميل يومي منذ يوم السبت الماضي، وهذا ما يعرض الالتزامات المالية إلى ضعف قيمتها للحصول على مكاسب النفط. نعم. إلى الخبر الآخر وإلى موقع بي بي سي وتحت عنوان أيتام مسلحي تنظيم الدولة عالقون في ليبيا. أوضح فيه الكاتب مرور نحو عامين على هزيمة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وطردهم من معقلهم في مدينة سرت الليبية. قتل أثناء المعركة العديد من المسلحين الأجانب تاركين خلفهم أطفالهم دون مأوى أو عائل. نقل هؤلاء الأطفال للهلال الأحمر الليبي في مدينة مصراتة. السؤال هنا يعني سيد عصام، كيف عرض موقع بي بي سي حياة الأطفال أو عرض حياة الأطفال من أبناء تنظيم داعش العالقون في ليبيا؟ والله أنا رأيت الشريط اللي عرض وهم كتبوا عليه التقريب بسيط جدا، لكن العرض كان في الشريط كان عرض متميز حقيقة، وهذا يوحي بحقيقة حتى دفعة صحفية رائعة أنهم ذهبوا ورأوا الأطفال ورأوا كيف حتى عملية الدافع النفسي بتغيير حياتهم، خاصة الدكتور المسؤول عنهم قال بأنهم يتعرضون للصدمة ويتعرضون لعملية التبول اللا إرادي وأحيانا يبكون حتى،
وقال انهم معناه عندهم قدره على الانطواء بشكل كبير جدا. هم يحاولوا معالجتهم. هؤلاء ما يقدر عددهم ب 20 طفل، اغلبهم من مصر، وبعد ذلك ياتي العدد من تونس، بعد ذلك ياتي انهم من جنسيات افريقيه مختلفه. المشكله الاساسيه ان اولياء امورهم ما جوش، اغلبهم من يتولى امرهم بعد والديهم لاستلامهم. راوا اتى بصوره لعائله مصريه انهم قد تحدثوا عن ان ابنهم غادر من 2015، وبعد قيل بعد انه ما غادر بفتره قتل نتيجه الشبكات بين قوات البنيان المرصوص وبين تنظيم الدوله، وبقيت الاطفال هناك. اتوا بطفله اسمها جمانه وعندها اختها ثانيه، واحده منهم عمرها اظني ممكن في حدود 7 سنين هيك. اتوا بها وراوها كيف تحدث جدها وكيف تأثير ذلك على حياتهم، ولكن لم يتم إلى الآن استلام هؤلاء. نعم. وهو أمر خطير جدا حقيقة، حتى بالنسبة للأطفال اللي يعيشوا في بيئة غير بيئة عائلتهم، يفترض أن يتم أخذهم لأولياء أمورهم من يتولون تربيتهم الحقيقة. نعم. بالانتقال أستاذ عصام وأيضا مشاهدينا إلى صحيفة الحياة اللندنية التي نشرت مقالا بعنوان العثور على جثة طفل وامرأة في قارب مطاطي في ليبيا. أشار الكاتب إلى عثور رجال الإنقاذ قبلة السواحل الليبية على جثتي طفل صغير وامرأة في قارب مطاطي فرغ منه الهواء، فيما عثر أيضا على امرأة أخرى على قيد الحياة لكنها تعاني من انخفاض درجة الحرارة، درجة حرارة الجسم وأيضا الصدمة. أستاذ عصام، يعني في ملف الهجرة غير شرعية بالأخص، كنا نجد بأن هناك لربما بعض القوارب تكون موجودة، ولكن هنا ما سبب يعني كثرة حالات الوفاة والعثور على جثة موجودة داخل؟ هذه ناتجة عن المغامرات التي يتم بها المهاجرين ويتم بها المهربون لأجل الحصول على المال ودفع المهاجرين إلى الانتقال بعبر قوارب قديمة ومتهالكة. يوم أمس زد على ذلك، يوم أمس كان في إنقاذ ل 165، كان من بينهم طفل حتى هو توفى، وهذه الحالات كثرت حقيقة. قبل يوم حتى هو في قرب مليتا سيارة بها سيارة يعني تعتبر سيارة شاحنة على هيئة ثلاجة تستخدم في حفظ اللحوم وحفظ الأسماك، وجدت بقرب من مليتا. هذه السيارة كان فيها بعض المهاجرين، قتل منهم بعض الأطفال، وقتل منهم توفى 8 من الأطفال، 6 يعني من الأطفال، وامرأة وشاب في مقتبل العمر نتيجة وجودهم في هذه السيارة التي كانت مكتظة بهم، ونتيجة وجود البنزين مما حدث حالة اختناق وقتلوا. هذه الحالات بدأت تتكرر في ليبيا، والمشكلة أن بعض المنظمات مشكلة إزعاج في هذه العملية وتحاول أن تلوح بالأمر لدى خفر السواحل. بالأمس العميد أيوب بحار أيوب قاسم المتحدث باسم القوات البحرية الليبية حدد أن حتى عملية الإنقاذ الأخيرة التي قتل فيها توفى فيها طفل أنها ناتجة عن وجود قارب متهالك بقي ممكن لمدة يومين، بعض منهم أصيب حتى بحروق نتيجة الشمس ويتم التعامل معهم ومعالجتهم. العديد من الطلعات تقوم بها خفر السواحل بقلة الإمكانيات وبقلة حتى عملية المستلزمات التي لعملية الإنقاذ، حتى عملية التي تلبس في عملية الإنقاذ لم تكن لديهم. نعم. يعانون من مشاكل كثيرة ومن عزز في الإمكانيات، ومع هذا يحاولون بكل قوة أن يقدمون خدمة لهؤلاء وإنقاذهم، حتى أنه قال هذه من ضمن تعاليمنا الإسلامية، لن نترك شخص يموت أمامنا ولن نجعل البحر يكون معناها طريق للموت لهم، نحاول بقدر الإمكان صدهم، ولكنهم مع هذا هم والمهربون يقومون بأعمال قد لا نظهر عليها، لكن بعد ذلك نحاول إنقاذهم مهما فعلوا، نحن مستمرون في عملنا حتى بقلة الإمكانيات. هذا يدل على أن هناك إصرار من القوة البحرية الليبية وخفر السواحل على الإنقاذ، لكن المشكلة تكمن في المهربين وتكمن في هؤلاء الناس الذين يتطلعون إلى الجانب الآخر لأوروبا بدون النظر في مخاطر وأهوال الرحلة التي قد يذهبون بها. نعم، شكرا جزيلا. أستاذ عصام الصحفي بغرفة أخبار نبأ كنت معنا، شكرا لك. شكرا جزيلا.